مساكم الله بالخير. قاعد امر انا على بالي براده عاديه، هذه مو براده عاديه يا جماعه، هذه البراده ما فيها ماي. احنا البرادات ماي توصل لها من الحنفيه ماي او من النل ماي تركب لها، هذه تدوم الماي من يجي مالها، هي من الهواء من الجو، وهذا يدش من هني زين، ومن بعدها يدش بهالمكان هذا، شوف يدش هني 1 2 3 ويتعامل مع هذا المنظم اللي هالصوب. طبعا فيها ماي حار بارد، هذا فلتر مالها زين، يعني يقول حتى لو في الجو عنده مثلا في غبار في مش عارف ايش اي شيء، هو الفلاتر هذه هي تنظف. هذه ووتر جن اسمها الشركه افتكر زين، وهذا الكبير بنفس الطريقه، هذا في عمليه تهني مثل مختبر موجود، يعطيك الحراره ويعطيك البي اتش ويعطيك كل شيء. هذا العود بس ما له حق شغلات كبيره، لكن هذا حق البيت، يعني هذا الصدر بلاك كهرباء، لا هوز ماي لا شيء، حق البيت وحار وبارد تعطيك. ها زين، هذا النظام، هذا النظام الثاني اسمه ما هو زين، شوف طالع الحين بيبطل هذا هني، هو طالع يا الله يا رباه، شوف شوف السيستم شلون يعطيك. This is maybe not for the whole. This is 900 liter. يعني هذا حق مثلا شيء كبير تاخذه. شوف طالع الفلاتر اللي فيها، شوف سديمنت فلتر، كربون فلتر، نانوفيلم فلتر، كالسايت فلتر، يعني اربع فلاتر يوبيلان. زين شوف طالع غير الفلاتر الموجوده هني، هذه تاخذ ترى، وشوف شوف الكولنج كنا راديتر سياره. Like the car, it's radiator there. And then it will come from here, the water is going into the machine. شوف يعني هذا يسحب الهواء، الماي مالها ترى من الهواء من الـ H2O يا جماعة. طالع ويجي هالصوب يتحول تصب من تاني اللي تبي. شيء غريب والله، هذا بالمعرض ترى في ابو ظبي انا قاعد اشوف. انا هذه جازت لي لا ماي ولا شيء على الهواء. قالها احسن عبد الرضا، قال ما تسوي لنا الراديو على غبار. قالها من الاول، والله سووها والله.